السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نحييكم من استديوهاتنا في تلفزيون قطر وبرنامج عالطاير، هذا البرنامج اللي يأتيكم طوال أيام بطولة كاس أمم آسيا. في البداية نمسي على مشاهدينا أينما كانوا ونقول لهم عساكم على القوة ومستمتعين معاكم في هذا البرنامج اللي هو منكم وإليكم، ويأتيكم من الساعة 2 إلى الساعة 3 يوميا، وبكرة راح يكون آخر يوم ختامي. راح نودعكم بإذن الله على أمل لقاء بكم في بطولات أخرى جاية. إذن في البداية نذكر مشاهدين الكرام بالمشاركة في هذا البرنامج، الاتصال على الهاتف الواضح على الشاشة الآن وهو 44 33 4 4 4، وللمتصلين من خارج دولة قطر أيضا عليهم إضافة مفتاح دولة قطر وهو +9 7 4. وفي البداية أيضا هناك مسابقتين خاصتين بمنصة الانستغرام ومنصة الإكس، ونسحب عليهم في نهاية الحلقة، وقيمة كل جائزة لكل فائز 1000 ريال قطري مقدمة من تلفزيون قطر. خلونا نشوف في البداية السؤال الذي يخص منصة الانستغرام، وهو من هو أكثر لاعب أردني ساهم بأهداف وتمريرات حاسمة في تاريخ بطولة كاس آسيا؟ وننتظر الإجابة على هذا السؤال ومنصة الانستغرام في نهاية هذه الحلقة ويتم السحب عليها. خلونا نشوف أيضا سؤال منصة الإكس، وهو كم عدد الأهداف التي سجلها لاعب القطري أكرم عفيف حتى نهاية مباراة نصف النهائي ببطولة كاس آسيا 2023 المقامة حاليا في دولتنا الحبيبة قطر؟ وأيضا راح يتم السحب على هذه الجائزة في نهاية هذه الحلقة، وقيمة الجائزة 1000 ريال مقدمة أيضا من تلفزيون قطر. اليوم مشاهدين الكرام نتمنى أني أنا أكون وياكم سريع شوي ونخلص اللوحة ونخلص الأعلام المشاركة في هذا البرنامج، ونتمنى التوفيق للجميع. وناخذ أول اتصال ونقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. الله يحييك يا أخوي، شلونك؟ الله يسلمك يا عفيف. ويسلمك، فديت خشمك. إذا كنت تسمعني من الشاشة أو من التلفزيون قصر على التلفزيون واسمعني من التلفون حتى نستفيد من الوقت وتوصلك المعلومة أيضا سريعة وأسمع إجابتك بشكل صحيح. نتعرف عليك في البداية. عبد العزيز بسعود، شلونك؟ الله يسلمك يا عفيف. ويسلمك، شلون الأجواء الآسيوية في بلادنا الحبيبة قطر؟ والله الحمد لله أقبال الكاس إن شاء الله. مستانسين؟ أكيد. إذن تتمنى بكرة من يفوز؟ أكيد قطر إن شاء الله. قطر إن شاء الله. كم تتوقع النتيجة بشكل سريع يا بسعود قبل لا نروح للوحة؟ 2-0. 2-0. إذن الله ينولنا اللي في بالنا، وينول أيضا إخواننا الأردنيين وأشقائنا اللي في بالهم، وتكون مباراة تليق باسم الكرة العربية بشكل عام والقطرية والأردنية بشكل خاص. إذن بسعود نروح للشاشة؟ يلا بإذن الله. إذن خلونا نشوف أخونا عبد العزيز وين بيودينا، ونشوف أيضا الشاشة ونشوف الأعلام المشاركة. بسعود عندك كل الأعلام المشاركة، إيش تبي تختار؟ قطر. إذن يا أبو سعود خلنا نشوف سؤال قطر شو يقول، وأتمنى الإجابة السريعة والصحيحة يا أبو سعود. خلنا نشوف سؤال أخونا عبد العزيز، سؤالك يقول ما ترتيب منتخب قطر ضمن المنتخبات التي وصلت لنصف نهائي كأس آسيا في نسختين متتاليتين؟ هي المرتبة الثامنة ولا العاشرة ولا التاسعة؟ الثامنة. زيد شوي. التاسعة. التاسعة بتثبت يا أبو سعود؟ توكل على الله. وأنا أقول لك ثبت وأنت صح يا أبو سعود، وأنت صح يا أبو سعود. ألف ألف مبروك يا أبو سعود، فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال. شكرا على اتصالك ومشاركتك يا أخوي عبد العزيز. نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. الله يحييك يا أخوي، شلونك؟ الله يسلمك والله بخير الحمد لله. يسلمك ويسلمك يا أخوي. أتعرف على اسمك الكريم. فايز وياك. حياك الله فايز. اي نعم، وان شاء الله احنا بكره نكون فايزين يا فايز. ان شاء الله، امين يا رب. باذن الله. فايز جاهز؟ جاهز ان شاء الله. نروح للشاشه يا فايز ونشوف اختيارك وين بيودينا، وعندك الشاشه وكل الاعلام موجوده. العراق، الاردن، فلسطين، عمان، البحرين، سوريا، لبنان، الامارات، ماليزيا، السعوديه. السعوديه. اذا خلونا نشوف سؤال اخونا فايز
واختار السعودية. وسؤالك يقول يا فايز، وأتمنى الإجابة الصحيحة، متى تحول كأس الملك فهد لكرة القدم الذي تأسس في عام 1992 إلى كأس الفيفا للقارات؟ هل هو 1993، 1992، 1997؟ 97 إن شاء الله. 97 أثبت؟ إن شاء الله. فايز حد عندك يساعدك؟ لا والله ما في. وانت صح يا فايز، وانت صح يا فايز، شكرا لك يا فايز وعلى مشاركتك. ايضا جائزتك مقدمه من تلفزيون قطر، والف الف الف مبروك وشكرا على اتصالك ومشاركتك. ونقول الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله معنا في برنامجكم على الطاير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك يا اخوي، نتعرف على اسمك الكريم. زياد. زياد؟ ايه. حياك الله يا زياد، ابيك نشيط، احنا في بطوله امم اسيا وكلنا نشاط من مشجعين وايضا زوار وحضور، ابغيك يعني تكون شويه سريع وياي. واكد لي الاسم بس الله يخليك. زياد. زياد. زياد، اذا حياك الله يا زياد. زياد جاهز؟ نروح للشاشه. جاهز جاهز. اذا خلونا نروح للشاشه مع اخونا زياد ونشوف اختياره وين بيودينا. زياد تختار ولا اعدد لك الاعلام؟ كل الدول موجودة عندك ما عدا قطر والسعودية. فلسطين. 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 إذا نشوف سؤال أخونا زياد واختار فلسطين ونشوف سؤالك يا أخوي زياد. سؤالك يقول متى استضاف المنتخب الفلسطيني أول مباراة رسمية دولية على أرضه؟ 1998، 2012 ولا 2008؟ 2008. 2008 بتثبت يا زياد؟ إن شاء الله. بتثبت مرة ثانية؟ إن شاء الله إن شاء الله. وأنت صح يا زياد، ما شاء الله، معلومة صحيحة وسريعة يا زياد. فعلا احنا نتمنى دائما المشاركين في هذا البرنامج أن يكونون سريعين ويانا، لأن مطلوب منا اليوم أن احنا نخلص كل الأعلام ويكون معنا 24 فايز بإذن الله. شكرا لك يا زياد، ونقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم على الطاير. عليكم السلام. شلونك يا أختي؟ الله يخليك يا رب. ويخليك إن شاء الله. نتعرف على اسمك الكريم. رنا. رنا. أيوة. رنا، يا ليت تسمعيني من صوت التلفون إذا تكرمتي حتى نستفيد من الوقت. جاهزة يا رنا؟ جاهزين. نروح للشاشة إذن مع أختنا رنا ونشوف رنا وين بتودينا من الأعلام المتبقية المشاركة في هذه البطولة. وين بتودينا يا رنا؟ على الأردن. الأردن. إذن خلونا نشوف سؤال الأردن شو يقول. خلونا نشوف سؤال الأردن شو يقول. رنا سؤالك يقول، وانت اخترت الأردن، كم عدد الأهداف العكسية التي سجلها لاعبون منتخبات منافسة واستفاد منها المنتخب الأردني؟ هدف واحد، خمس أهداف ولا هدفين؟ اثنين. اثنين بالثبتين يا رنا؟ بالثبتين ان شاء الله. عندك حد يشجعك؟ بس ابني. سمعيني صوت صفقته، سمعيني صوت صفقته، ما شاء الله. اذا رنا اجابه صحيحه، الف الف مبروك، فزتي معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر وتستاهلينها، وشكرا على اتصالك ومشاركتك في برنامج على الطاير. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا اختي؟ انا والله ما اسمع صوتك، يا ريت ترفعين صوتك اذا تكرمتي وتعرفيني على اسمك الكريم. الحمد لله زينه. ام محمد. ام محمد، شلونك ام محمد؟ الحمد لله زينه. معلوماتك الرياضيه ان شاء الله تكون معلومات جيده وتجاوبين الاجابه الصحيحه بشكل سريع ان شاء الله. نروح للشاشه يا ام محمد. يلا بس. اذا نروح للشاشه ونشوف ام محمد وين راح تسفرنا او تودينا لدوله من الدول المشاركه. ام محمد ايش تختارين؟ خلينا البحرين. البحرين، إذا البحرين موجود. خلونا نشوف سؤال البحرين لأم محمد، وسؤالك يقول يا أم محمد، ما هي نتيجة أول مباراة خاضها منتخب البحرين ضد الكويت عام 1966؟ البحرين 4 والكويت 4 ولا البحرين 1 والكويت 1 ولا البحرين 4 والكويت 0؟ البحرين 1 والكويت 1؟ لا لا أم محمد،
هو تعادل بس مش واحد واحد. عيدي لي الإجابة مرة ثانية. بحرين 4 والكويت 4. إذا أنت صح بدون لسبتين، أنت صح يا أم محمد، بارك الله فيك، فعلا إجابة صحيحة، وشكرا على اتصالك يا أم محمد، فزتي معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر، وشكرا على مشاركتك. نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، مرحبتين، حياك الله. أهلين، نتعرف على اسمك الكريم. الدانة. حياك الله الدانة. الدانة حد عندك يساعدك؟ اي اهلي موجودين. وين صفقتهم؟ وين تشجيعهم؟ بكره مباراتنا، مباراه طبعا بتكون حاسمه مع المنتخب الاردني، نبي تشجيعكم من الحين. ما شاء الله، انا بعد اصفق لكم. انا بعد اصفق لكم. الدانه جاهزه؟ اي. نروح للشاشه؟ يلا قدام ونشوف الشاشه ونشوف الدانه وش بتختار من الاعلام الموجوده. ما زالت هناك عمان، العراق، سوريا، لبنان، قرغيزستان، الإمارات، إيران، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، اليابان، تايلاند، قرغيزستان، طاجيكستان. وين قلتي؟ هنروح مع كوريا. كوريا. إذا خلونا نشوف الدانة واختارت كوريا، ونتمنى أيضا تكون إجابة السؤال عندك يا الدانة بشكل سريع، ونشوف سؤالك يا الدانة. سؤالك يقول: متى لعب منتخب كوريا الجنوبية أول مباراة دولية ودية في تاريخه؟ عام 1948، 1956، ولا 1960؟ 60. 60. من ساعدك يا الدانة؟ عمي. عمك الله يخليه لك، وهو صح، وانتو صح يا الدانة، وانتو صح، الله يخليكم حق بعض. وايضا الف الف مبروك، فزتي معانا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر. ونقول الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا أخي، شلونك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. نتعرف على اسمك الكريم في البداية. خليل الياسي. حياك الله يا خليل، شلونك؟ الله يحييك، الحمد لله. شلون الأجواء؟ الأجواء بشكل عام في قطر صراحة أجواء ممتعة خلال هذه البطولة. ممتعة والله. استأنستوا؟ الحمد لله. وإن شاء الله البطولات أيضا القادمة، القارية والمحلية والدولية، قادمة إلى دولة قطر بهذه المنشآت، بهذه البنى التحتية الكبيرة اللي تقدر دولتنا الحبيبة قطر تحتضن أي بطولة مهما كان حجمها. إذن خليل جاهز؟ جاهز إن شاء الله. نروح للشاشة مع أخونا خليل يافعي ونشوف اختياره وين بيودينا. خليل مجهز الاختيار بشكل سريع. الأردن. الأردن راح، لكن عندنا من الدول العربية لبنان، سوريا، الإمارات، عمان. 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 إذن خلونا نشوف سؤال أخونا خليل واختار عمان. وسؤالك يا خليل يقول: في أي عام استضاف الاتحاد العماني لكرة القدم كأس الخليج العربي لأول مرة؟ 1984، 1996، ولا 2009؟ 2009. إيش قلت يا خليل؟ 2009. لا خليك على القديم، يقول لك قديمك نديمك. 84. 84 تثبت يا خليل؟ نثبت ان شاء الله. قلنا لك قديمك نديمك، وانت صح يا خليل، وانت صح يا خليل، شكرا على مشاركتك يا خليل، فزت معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال، شكرا جزيلا لك. نقول الو، مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعونا. الو. ألو، مرحبا. ألو، يعني سامحونا مشاهدينا الكرام، أحيانا الضغط الكبير جدا على البدالة أحيانا تقطع بعض الخطوط، وأحيانا وهم معانا في المشاركات على الهواء تنقطع الخطوط، فنلتمس العذر والسموحة منكم دائما. وأنتوا تعرفون دائما المسابقات دائما عليها ضغط كبير، وتعتمد على الاتصالات، ويصير ضغط على البدالة وتنقطع بعض الخطوط. إذا نقول ألو. ألو، مرحبا. حد معنا؟ ألو، مرحبا. ألو، الله يحييك يا أختي، يا مرحبا بك. أهلين أخوي، شلونك يبا؟ الله يسلمك، الحمد لله. إن شاء الله دوم في خير ونعمة. تعرفين على اسمك الكريم؟ اسمي نجاح دلول. نجاح
دلول. دلول، حياك الله يا نجاح، ونتمنى يوم قد يكون النجاح حليف منتخبنا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إذا نجاح جاهزة؟ تفضل. الله يديم فضله عليك وعلينا جميعا. نجاح حد عندك يساعدك؟ يعني انت تساعدني ولا؟ والله ما عندي حد. ما عندك، الله وياك. وخلينا نروح للشاشه ونشوف اختنا نجاح وش بتختار من الاعلام الموجوده، وان شاء الله الاجابه تكون صحيحه وسريعه على السؤال. نجاح وين بتختارين؟ ما زال عندنا العراق، سوريا، الامارات، لبنان من الدول العربية، والدول الآسيوية الأخرى أيضا، إيران، الهند، قرغيزستان، تايلاند، ماليزيا، يعني مجموعة الدول المشاركة. ايش تبين تختارين؟ الصين؟ ممكن أختار لبنان. لبنان، إذا خلونا نشوف اختيار لبنان. احنا بنساعدها. أنا الجاليري يقولون لي صورة بتكون سؤالك. والله نتمنى تجيب عليه، يعني نتمنى، لكن غيري ناخذ سوريا. اوكي. اذا ما شاء الله مشاهدينا ايضا متواضعين ومتنازلين لما نقول لهم غيروا. اذا سؤالك يا نجاح يقول: في اي عام تم تتويج المنتخب السوري لكرة القدم ببطولة العاب البحر المتوسط؟ عام 2021، 1987، ولا 2013؟ وانا اقول لك روحي قديمك نديمك واللي ماله اول ماله تالي. 1987. ثبتين يا نجاح؟ اثبت. ثبتي وانت صح يا نجاح. نعم، اذا الف مبروك، فزتي معانا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر، تستاهلين، وشكرا على اتصالك ومشاركتك في برنامجكم على الطاير. نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا مرحبا. الله يحييك يا أختي. هلا والله. شلونك؟ الحمد لله بخير. الأجواء الآسيوية شلون في قطر؟ والله الحمد لله حلوة تجنن. إن شاء الله، يعني ما تتمنون البطولة تخلص؟ لا والله أكيد الواحد يتمنى. الله يحييك. عارفيني على اسمك في البداية؟ نوف. حياك الله يا نوف. عندك حد يساعدك يا نوف؟ اي عندي هلي. الله يحفظهم ويطرح فيهم البركه ويطرح فيك البركه لهم. ابي شجعونك قبل لا نبتدي. ان شاء الله ابشر. ان شاء الله بالجنة. ما شاء الله. يلا تبي ابو صفقه. تحتاجون ايضا تستاهلون مني صفقه. تستاهلون، وايضا تستاهل نوف ان شاء الله، ويكون فالك النجاح والتوفيق في السؤال. خلونا نروح مع اختنا نوف الى الشاشه ونشوف نوف ايش تختار. نوف عندك الآن لبنان والعراق فقط من الدول العربية، والإمارات عفوا، وباقي الدول. الإمارات. وين تبين؟ لبنان. الإمارات قالت. الإمارات. إذا خلونا نشوف سؤال اختنا نوف، واختارت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ماذا كانت نتيجة مباراة نصف النهائي بين الإمارات وقطر في بطولة كأس آسيا 2019؟ هل هي الإمارات 0 وقطر 3، ولا الإمارات 0 وقطر 4، ولا الامارات 2 وقطر 0 ولا قطر 4؟ شلون؟ عيدي لي. الامارات 0 قطر 4. بعد عيدي لي. الامارات 0 قطر 4. وانت صح يا نوف. وانت صح بدون تروحين حق اي خيار خطا. ما شاء الله عليك يا نوف. الف مبروك، تستاهلين يا نوف. جائزه مقدمه ايضا من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اذا أعزائي المشاهدين خلونا ناخذ فاصل قصير، نريح وياكم شوي ونرجع نتواصل. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وفعلا احنا أنا وجميع زملائي في هذا البرنامج مستمتعين باتصالاتكم وأجوبتكم الصحيحة، وأيضا نتمنى دائما في هذه البرامج أن نسعد مشاهدين تلفزيون قطر أينما كانوا، ومتابعين هذه الشاشة اللي نتمنى دائما تحوز على أرضاكم واستحسانكم في كل البرامج. إذا خلونا نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في برنامجكم الطاير.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا اخوي. مرحبا يا اخوي، شلونك طال عمرك؟ ابشرك طيب، شلونك؟ شلونك؟ يطول لي عمرك يا اخوي بخير، دامكم بخير ونسمع اصواتكم الطيبه. اسعدهم ان شاء الله. عرفني على اسمك الكريم في البدايه. اخوك محمد حسين. ونعم يا ابو جاسم، شلونك؟ ابشرك طيب. محمد جاهز؟ اي نعم جاهز. نروح للشاشه؟ اي نعم. الله ينعم عليك. إذا نروح مع أخونا محمد ونشوف محمد وين راح يودينا سياحة، لأي دولة من الدول المشاركة؟ وين بتودينا محمد؟ العراق إن شاء الله. العراق، إذا العراق الشقيق أيضا. خلونا نشوف سؤال الجمهورية العراقية، وأيضا متى أصبح الاتحاد العراقي لكرة القدم عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا؟ 1974، 1970، ولا 1950؟ ها خليك على العتيج، العتيج زين طبعا. كلمة عتيج عندنا قديم في قطر. 1950. نثبت يا ابو جاسم؟ اي ثبت ان شاء الله. نثبت وانت صح يا محمد، وانت صح فعلا، اجابة صحيحة، ما شاء الله عليك يا محمد، فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر، شكرا على اتصالك ومشاركتك. نقول الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. الو، يا مرحبا يا اخوي. اهلين، ايش حالك؟ شلونك طال عمرك؟ صحتك طيب. طيب يعلك طيب، وطيب دامني اسمع اصواتكم الطيبه. الله يرحم والديك. ووالديك. اتعرف على اسمك الكريم في البدايه. عبد الرزاق بن متعب المنصوري. عبد الرزاق بن متعب المنصوري. ونعم ونعم. عبد الرزاق جاهز؟ جاهز. نعم. إذا نروح للشاشة، الله ينعم عليك، خلنا نشوف أخونا عبد الرزاق وين راح يودينا. وين بتودينا يا المنصوري؟ بنروح صوب إيران. إيران، إذا خلونا نشوف إيران، خلونا نشوف إيران. وسؤالها يقول: من هو اللاعب الإيراني الذي سجل أسرع هدف في شباك قطر في كل مشاركاتهم بكأس آسيا؟ محمد مهيبي، ولا علي رضا جهان بخش، ولا سردار أزمون؟ اسمه ترى يعني مو بعربي، يلا مش غطري. سردار يعني. سردار، نثبت يا المنصوري؟ ثبت. بثبت أكيد؟ أكيدين. وأنت صح يا عبد الرزاق، وأنت صح، شكرا لك يا عبد الرزاق، إجابة صحيحة، فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر، شكرا لك يا اخوي عبد الرزاق، وسعيدين بهذه المشاركه. خلونا نشوف ايضا مشاركه اخرى ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شلونك يا اختي؟ الحمد لله زينه. اتعرف على اسمك الكريم في البدايه. اسماء. اسماء؟ ايه. يا حياك الله يا اسماء. اسماء جاهزه نروح للشاشه؟ جاهزه. اذا نروح للشاشه ونشوف سؤال اختنا اسماء، وين بتودينا وين بتختار؟ ايش بتختارين يا اسماء؟ اليابان. اليابان، اذا خلونا نشوف ان شاء الله يكون عندك ايضا معلومات فيما يخص منتخب اليابان او الرياضه اليابانيه بشكل عام. متى كانت اخر مره فاز فيها منتخب اليابان ببطوله كاس اسيا لكره القدم؟ 2000، 2011، ولا 2004؟ ترى قريب. قريب. 2011. نثبت يا أسماء. إن شاء الله. من علمك الإجابة؟ أبوي. أبوك، الله يخلي لك، إذا صح 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 يا أسماء، ما شاء الله عليك، والله يحفظك حق أبوك، ويحفظ أبوكم لكم، ويحفظ أبهاتنا جميعا وأمهاتنا من كل شر. إذا خلونا نقول ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، عليكم السلام. الله يحييك يا أختي، نتعرف على اسمك الكريم. سجود عمر. عيدي لي الاسم. سجود. سجود. أيوة. حياك الله يا سجود. سجود جاهزة؟ إن شاء الله. وإن شاء الله بكرة يكون لنا سجود أيضا بالفرحة، سجود الفرحة بإذن الله إذا فزنا بكرة، والله يوفق المنتخبين العربيين ويشرفون الكرة العربية والآسيوية بإذن الله. سجود، نروح للشاشة ونشوف اختيارك وين بيودينا، وين بتختارين؟ ما زال عندنا ماليزيا، تايلاند، قرغيزستان، كازاخستان، هونغ كونغ، الهند،
واستراليا، وايضا ظلت عندنا لبنان من الدول العربيه، فيتنام موجوده. وين بتودينا؟ ان شاء الله لبنان. لبنان فيتنام. اذا خلونا نشوف سؤال اختنا. لبنان لبنان لبنان. اذا أيوة لبنان لبنان. والمصور ايضا له كل التحيه والتقدير، زميلنا الاستاذ حسان خلف الكاميرا يأشر لان بلاده، وايضا كل تحيه لاخواننا اللبنانيين المتواجدين معنا في تلفزيون قطر، وايضا كل الاشقاء والاصدقاء في هذا التلفزيون اللي دائما يحاول يرضيكم من خلال برامجه. طيب قلتي لبنان، ان شاء الله نشوف الصوره يا سجود، نشوف الصوره وانا بحاول اساعدك باذن الله. هو يلعب في نادي اتلانتي المكسيكي. ها عمره 25 سنه، صغير يعني. مساعده مساعده نعطي يعني. هو اسم الاول دانيال. دانيال دانيال لحود. دانيال دانيال لحود. ثابتين ان شاء الله. وانت صح يا سجود، وانت صح. دانيال لحود، نعم فعلا. الف الف مبروك، شكرا لك يا سجود على هذا الاتصال والمشاركه. فزتي معنا ايضا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر. ونقول الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك يا اخوي. الله يبارك فيك اخوي خليفه. الله يطول لي عمرك، نتعرف على اسمك الكريم ونتشرف فيك. ابو محمد الصبيح. ابو محمد صبيح. ونعم ابو محمد، بشكل سريع شلون شفت اجواء البطوله الاسيويه في قطر؟ ما شاء الله عليها 100 100. عجبتكم؟ اكيد مبسوطين. تنظيم طيب، والمشاركات ايضا كانت صعبه فعلا. المنتخبات تطورت جدا 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 في القاره الاسيويه. شيء اكيد. وتلخبطت نعم. الاوراق يا ابو محمد صح؟ اي نعم. اذا ابو محمد نروح للشاشه. توكل على الله. ونعم بالله، الله يساعدك والله وياك، ونشوف ابو محمد اختياره وين بيودينا. ابو محمد ولا دوله عربيه بقت عندنا، الدول الاسيويه اللي فقط على الشاشه، وين بتودينا؟ ايش رايك اخوي خليفه؟ اختار انت. والله انا ما ود، بس انت انت على فكره في هذا البرنامج ما راح يكون معنا حد خاسر، انت اختار اللي تبي. الصين، استراليا، تايلاند، هونغ كونغ، غرغيزستان. توكل على الله، استراليا ان شاء الله. استراليا، اذا نشوف سؤال ابو محمد واختار استراليا. ابو محمد سؤالك يقول: ما هي النتيجة التي انتصر بها منتخب استراليا على ساموا الأمريكية في عام 2001؟ هل هي استراليا 31 وساموا الأمريكية 0، ولا استراليا 31 والأمريكية 1، ولا استراليا 31 وساموا الأمريكية 2؟ إن شاء الله نختار الجواب الثالث، استراليا 31 ساموا الأمريكية 2. لا لا، ما كان لهم، ما كانوا يعرفون الرياضة. الأول الأول استراليا 31 سموا الأمريكية 0. متأكد؟ إن شاء الله. أبو محمد قول لي أكد. إن شاء الله تأكد، توكل على الله. وثبت، وأنت صح يا أبو محمد، وأنت صح يا أبو محمد. والله نتيجة قاسية 31، لو سألت هذا السؤال أعتقد ما أعرف أجاوبه يمكن. إذا ألف ألف مبروك يا أبو محمد، فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر، وشكرا على اتصالك ومشاركتك. نقول الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحييك والله يخليك. من مو جاي؟ انا الصوت احيانا يعني يمكن يصير عندنا لبس في السماعه بين صوت، يعني اذا كانوا بعد اطفال يعني. نتعرف على اسمك الكريم. ساره. ساره؟ ايه نعم. مرحبا يا ساره. ساره جاهزه؟ ايه جاهزة. نروح للشاشة؟ ايه جاهزة. عندك حد يساعدك؟ لا والله. الله وياك، واحنا بنساعدك، ما راح نخليك، احنا ما راح نخليك يا سارة. خلونا نروح للشاشة ونشوف اختنا سارة وين بتودينا. وقلنا ما حد معانا في هذا البرنامج خسران، اختار اللي تبي. ماليزيا.
ماليزيا. اذا خلونا نشوف ماليزيا لاختنا ساره ونشوف الاجابه باذن الله صحيحه من عندها. سؤالك يقول يا ساره، في اي عام تاهلت ماليزيا لدور الالعاب لدوره الالعاب الاولمبيه لكره القدم ثم اعلنت مقاطعتها لها؟ في عام 1972، 1980، 1988. يعني لا هي قديمه ولا هي جديده. 1980. 1980 بالثبتين يا ساره. اليوم كلكم صح، كلكم صح اليوم ما شاء الله. يعني المتسابقين فعلا اجاباتهم سريعه، وقد يختار سؤال الاجابه ويغير وتكون الاجابه دائما سريعه وصحيحه. اذا شكرا لاتصالك يا ساره، فزت معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر. ونقول الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله معنا في برنامجكم على الطاير ومساكم الله بالخير. الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا اخوي. مرحبا استاذ خليل، كيف حالك؟ شلونك طيب طال عمرك؟ الله يرحم والديك، الله يسلمك. ووالديك جاهز؟ ايه ان شاء الله باذن الله. قول لي اول شيء اسمك وقول لي من وين تكلمني. راشد ومن دحيل. راشد من دحيل. اي نعم. بعد انتم ما شاء الله عليكم نادي دحيل عندكم، يعني رياضيين يا اهل دحيل. اي والله قريب دحيل علينا. وقريب على التلفزيون يا راشد. اي ان شاء الله. يعني الاجابه اعتقد راح تجاوب عليها بشكل سريع. ان شاء الله باذن الله، نبي مساعدتك بعد. لا توصينا، لا توصينا، احنا وياكم، احنا وياكم. وما وجدنا في هذا البرنامج الا لارضائكم كمشاركين ومشاهدين ومتابعين. بسنيدر روح حق الشاشة. يلا إن شاء الله. إحنا يمكن البعض يسألني يقول قلت راشد وقلت بسنيدة، في قطر إحنا عندنا راشد نسميه بسنيدة أو على اسم الأب دائما، ودائما نتبع أسماء الآباء بعد الأبناء ونسميهم على أسماء آبائهم. إذا بسنيدر روح للشاشة ونشوف اختيارك وين بيودينا يا راشد. وين بتودينا؟ ليه الحين عندك الهند، عندك قرقيزستان، عندك هونغ كونغ، عندك وين قلت؟ الهند. الهند. إذا خلونا نشوف سؤال أخونا راشد واختار الهند. سؤالك يا راشد يقول ما هي نتيجة أكبر هزيمة تكبدتها الهند وكانت في مباراة ضد يوغوسلافيا عام 1956؟ هل الهند 0 ويوغوسلافيا 10، ولا الهند 1 ويوغوسلافيا 12، ولا الهند 4 ويوغوسلافيا 10؟ ثاني، الهند 1 ويوغوسلافيا 12. لا، 4 ويوغوسلافيا 10. لا احنا نقول هند 1 اول واحد. هند 1 ويوغوسلافيا 10. هند 1 ويوغوسلافيا 10. ايوه ويوغوسلافيا 10. عيدها لي مره ثانيه. هند 1 ويوغوسلافيا 10. وانت صح، وانت صح بدون لا ثبت، وانت صح، انت صح يا راشد، فزت معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر، وشكرا على اتصالك ومشاركتك في هذا البرنامج اللي منكم ولكم. نقول الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نتعرف على اسمك الكريم. عبير مروان. عبير؟ عبير. عبير صح؟ ايوه عبير، عبير. مرحبا يا عبير، حياك الله يا عبير. عبير جاهزه؟ جاهزه. نروح للشاشه. يلا. يلا قدام ونشوف يلا عبير ايش بتختار من الدول المتبقيه والاعلام المتبقيه على الشاشه. عندك ما زال الصين، كازاخستان، اوزبكستان، هونغ كونغ، اندونيسيا، تايلاند، فيتنام، قرغيزستان. الصين. الصين يا عبير، خلونا نشوف سؤال الصين لاختنا عبير. عبير سؤالك يقول ما هو الدور الذي بلغه المنتخب الصيني عندما تأهل لكأس العالم لكرة القدم عام 2002؟ هل هو دور ثمن النهائي، ولا دور المجموعات، ولا دور ربع النهائي؟ دور ال ها واحنا نقول راعي النصيف سالم، راعي النصيف سالم. دور المجموعات. دور المجموعات يا عبير. مش متأكدة. أنا سمعت واحد نقلت الإجابة، من اللي عندك؟ أخوي. أخوش صح، أخوش صح، لا ترددين يا عبير، أخوش صح. إذا ألف ألف مبروك عبير، فزتي معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال، تستاهلين وألف مبروك.
نقول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا اختي. الله يحييك، معك فاطمة. فاطمة؟ ايوة. حياك الله يا فاطمة. فاطمة يعني انا يمكن اليوم ما سألت كثير عن من وين تكلمون وكذا، لكن فاطمة من وين تكلمينا؟ انا من المصلال. من المصلال، يا حي الله هل المصلال وكل مدننا ومناطقنا القطرية وكل من يعيش على أرض قطر الطيبة. فاطمة جاهزة؟ إيه إن شاء الله. شلون البرنامج وياكم طوال أيام البطولة هذه؟ إن شاء الله يكون خفيف عليكم. والله ما شاء الله الصراحة، يعني متسابقين، يعني ما شاء الله عليهم، يعني عندهم خبرة في هالأسئلة. وإن شاء الله نكون طبعا أنا وزميلي وأخوي فيصل الإبراهيم اللي قدم لكم الكثير من هذا البرنامج ومن حلقاته نكون خفاف عليكم بإذن الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. إذن فاطمة خلينا نروح للشاشة ونقول قدام ونشوف فاطمة وين بتودينا. وين بتودينا يا فاطمة؟ ما زال عندك تايلاند، غرغيزستان، كازاخستان، هونغ كونغ، اندونيسيا، فيتنام، إيران. وين؟ إيران. إيران خذوها. أنت اختاري أي شيء يا فاطمة، ترى احنا وياك ما حد يخسر ويانا، بس هي يعني فقط للإفادة. تايلند. تايلند. إذا خلونا نشوف سؤال أختنا فاطمة واختارت تايلند. لا يتردد أي متصل أو مشترك إنه يختار علم. ما هو أدنى تصنيف حصل عليه منتخب تايلند من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا؟ المركز 43، المركز 165، ولا 113؟ ترى وايد متأخر، كان متأخر. كم؟ 113. أدنى تصنيف، كان متأخر كثير المنتخب التايلندي عن المنتخبات الأخرى. 63. عيديها لي. 1900 ما عندنا 63، عندنا 65. 65. 165. متأكدة؟ إن شاء الله بإذن الله. وأنتِ صح يا فاطمة، وأنتِ صح. لا ترددين. قلنا دائماً كل متصل معانا فايز، ما راح تطلع من هذا البرنامج إلا أنت فايز بالجائزة المقدمة من تلفزيون قطر اللي هي قدرها 1500 ريال، وأيضاً قدركم كبير عندنا يا مشاركين ومتصلين ومتابعين لشاشة تلفزيون قطر. نقول ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن خلونا نأخذ فاصل نريحكم شوية، ومن ثم استنيت أنا صراحة ودي أني أخلص الإعلام اليوم. إذن نأخذ فاصل قصير ومن ثم نرجع نتواصل مع اتصالاتكم. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، ولم يتبقى على بطولة أمم آسيا غير يوم واحد اللي هو بكرة. نتمنى التوفيق كما ذكرنا لمنتخبنا العنابي، وأيضا يوفق ويحقق البطولة للمرة الثانية على التوالي. وفعلا والله ما ودنا هذا البرنامج ينتهي، لأن دائما نسعد باتصالاتكم وأيضا مشاركاتكم. نقول ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام. شلونك يا أختي الكريمة؟ ربي يسلمك يحفظك يا رب. ويسلمك ان شاء الله. ترفعين لي صوتك حتى نستفيد ايضا من اجابتك ونتجه على طول. في البدايه عرفيني على اسمك. مريم. حياك الله يا مريم. نروح للشاشه على طول. اي تفضل. اذا دام فضلك خلونا نشوف اختيار اختنا مريم وين بيودينا. وعندك فقط 6 اعلام متبقيه، منها طبعا قرغيزستان وهونغ كونغ وكازاخستان واذربيجان وفيتنام واندونيسيا. فيتنام. اذا خلونا نشوف سؤال اختنا مريم ونشوف فيتنام سؤالها ايش يقول. ومريم يا ريت الاجابه تكون سريعه ايضا حتى نخلص الاعلام كله اليوم. ما هو افضل تصنيف حصل عليه منتخب فيتنام من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا؟ المركز 84، 94، ولا 104؟ 104 ان شاء الله. 104 أنا أقول غيري، هي الأقل في الأعداد الموجودة على الشاشة. أقل 84. الثبتين إن شاء الله. وأنت صح يا مريم، وأنت صح.
شكرا لك ولمشاركتك يا مريم، فزتي معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر. شكرا على اتصالك والمشاركه دائما في هذا البرنامج. اذا نقول الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا اخوي الكريم؟ الحمد لله. ان شاء الله طيب. الحمد لله بخير وصحه. الحمد لله، ان شاء الله دوم في خير ونعمه وصحه وعافيه. نتعرف على اسمك الكريم. اسامه خالد. اسامه خالد. خالد حياك الله يا ابو خالد. الله يحييك يا رب. جاهز يا ابو خالد؟ ان شاء الله. خلونا نروح للشاشه مع اخونا اسامه ونشوف اسامه ابو خالد ايش راح يختار لنا من الاعلام الخمس المتبقيه. بشكل سريع اخوي اسامه، ما راح تخسر، اختار اي بلد. ايش الباقي؟ اللي باقي عندك هونغ كونغ، قرغيز، فيتنام، طاجكستان، اوزبكستان، اندونيسيا. طاجكستان مو مشكله. اوزبكستان؟ اذا ان شاء الله طاجكستان. اذا خلونا نشوف سؤال اخونا ابو خالد شو يقول. سؤالك يقول: ما هي المرحله التي بلغها منتخب طاجكستان ضمن منافسات بطوله كاس اسيا 2023؟ دور المجموعات، دور نصف النهائي، دور ربع النهائي. ربع النهائي. ربع النهائي نثبت ان شاء الله. وانت صح يا ابو خالد، وانت صح. ألف ألف مبروك يا أبو خالد، فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر. شكرا على اتصالك ومشاركتك. نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحاول أسرع أني أخلص اليوم الإعلام، مطلوب مني أخلصهم، عشان شي نقول اختار يا متصلنا أي علم تبي. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أختي، نتعرف على اسمك الكريم. منيرة. منيرة شلونك؟ الحمد لله طيبة إن شاء الله دوم طيبة. نروح للشاشة يا منيرة ونشوف اختيارك وين، وقلنا ما حد راح يخسر ويانا لا يحاتي. وين تبي؟ وين عندنا هونغ كونغ واندونيسيا واوزبكستان وغرغيزستان، اربع علم. اوزبكستان. اوزبكستان. اذا نشوف صوره وان شاء الله نساعدك فيها، نساعدك فيها. اذا عمره يعني شاب صغير 23 سنة عمره هذا اللاعب، وهو يلعب في مركز الهجوم، ويلعب في فريق بختكور الأوزبكي. اسمه إيغور يعني. يلا عطيني الاسم الثاني. ساو باولو. شلون اسمه الثاني؟ شنو هو اسمه؟ إيغور أول اسم. الاسم الثاني راكبكسول سيرغوف. قلتي؟ أيوة. قلتي سيرغيف؟ أيوة نعم. يعني سيرجيف. من اللي علمك بسرعة؟ أخوي. أخوك يستاهل. إذن وانت صح، انت صح وهو صح، والله يخليكم حق بعض. شكرا لك ولمشاركتك، وايضا فزتي معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال. شكرا لك. نقول الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شلونك يا اخوي؟ بخير الحمد لله. الله يحييك، ان شاء الله دوم بخير. نتعرف على اسمك الكريم. انس احمد. انس حياك الله يا ابو احمد. الله يحييك. جاهز نروح للشاشه؟ ايه ان شاء الله باذن الله. اذا خلونا نشوف اخونا انس وش يختار، وبقى عندنا ثلاث أعلام فقط: هونغ كونغ وإندونيسيا وقرغيزستان. إندونيسيا. إندونيسيا. إذن خلونا نشوف أخونا أنس واختار إندونيسيا. نشوف إندونيسيا وسؤالها شو يقول. إذن سؤالك يا أبو أحمد يقول: ما هي نتيجة أكبر انتصار حققه منتخب إندونيسيا ضد الفلبين في مباراة دولية عام 2002؟ هل هي اندونيسيا 13 والفلبين 0، ولا اندونيسيا 13 والفلبين 3، ولا اندونيسيا 13 والفلبين 6؟ ترى نتيجة كبيرة فازوا عليهم. 13-1. 13-1 نثبت يا ابو احمد؟ ثبت. روح يا شيخ وانت صح، وانت صح يا ابو احمد. شكرا لك واجابة صحيحة، شكرا لك يا ابو احمد، فزت معانا بجائزة مقدمة من تلفزيون قطر. إذا نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمك الكريم. سماح عبد الرحيم حسنين من الوكرة. يا حياك الله. سماح ولا صباح؟ سماح. سماح حياك الله يا سماح. سماح
الله يحييك اخي الفاضل. فضل. الله يسلمك. نروح للشاشة؟ نروح تفضل. اذا نروح للشاشة مع اختنا سماح ونشوف ايش راح تختار. عندك هونغ كونغ وقرغيزستان فقط هالعلمين، واختاري اي واحد وانت ان شاء الله فايزه معنا. هونغ كونغ. هونغ كونغ. اذا خلونا نشوف سؤال اختنا سماح، وسؤالك يقول يا سماح: كم مره خسر منتخب هونغ كونغ مباراه دوليه بنتيجه 7-0؟ 3 مرات، 10 مرات، 7 مرات. 3 مرات. 3 مرات الثابتين يا سماح؟ نعم. من علمك الاجابه؟ والله من عند الله. من عند الله. الله عطاك اياه وانت صح، وانت صح يا سماح. دائما اللي توكل على الله ما يخيب، دائما توكلنا على الله سبحانه وتعالى. اذا نقول الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه. الله يحييك يا اخوي، شلونك طال عمرك؟ بخير الله يسلمك. شلونك؟ ويسلمك ويطول عمرك يا اخوي ويحفظك. الله يجزاك. معك عبد الرحمن. مرحبا يا ابو عوف، شلونك؟ بخير الله يسلمك. عبد الرحمن انت اخر متسابق معانا واخر علم راح تختاره، ولنا الشرف الكبير. وقول لي من وين تكلمني يا ابو عوف؟ من وادي السيل، احداكم نفس الفريق. ما شاء الله، وادي السيل هذا الفريق اللي له ايضا من اهل قطر وذكريات اهل قطر القدماء. الله يرحم من توفى منهم ويطول في اعمار الباقين. ابو عوف جاهز؟ جاهز باذن الله. توكل على الله. ونعم بالله. اذا خلونا نروح مع اخونا عبد الرحمن على الشاشه. ولم يبقى عندك الا علم واحد وهو علم قرغيزستان. اذا نشوف سؤال اخونا عبد الرحمن: ما اسم المدرب الحالي لمنتخب قرغيزستان لكرة القدم؟ هل هو فاليري كيتشن او ميلان ميريلان مورازازيف او زايف، او الاخير الكسندر كريستين؟ الكسندر كريستين. من علمك الاجابه يا ابو عوف؟ انا عارف. متابع للرياضه بشكل جيد؟ قبل لا نثبت لك، متابع للرياضه بشكل جيد؟ اكيد اكيد. اذا شو تقول لمنتخبنا اللي راح يقابل شقيقه الاردني بكره؟ الله يوفقهم وان شاء الله فالكم الفوز باذن الله، ومشكورين انكم وصلتونا على الاقل النهائي. نعم. اذا بعوف اجابتك صح، اجابتك صحيحه يا بعوف. شكرا لك ولمشاركتك في هذا البرنامج، برنامجكم عالطاير. واليوم فعلا الاجابات كانت سريعه لكل متصلينا. اذا وصلنا الان الى منصه الانستغرام والاكس، خلونا نشوف الفائز في منصة الانستغرام، وهي جائزته طبعا مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1000 ريال قطري. خلونا نشوف السحب الآلي على الشاشة. من هو أكثر لاعب أردني ساهم بأهداف وتمريرات حاسمة في تاريخ بطولة كاس آسيا؟ هو موسى التعمري. الإجابة الصحيحة موسى التعمري. خلونا نشوف الفائز. نعم. إذا نشوف الفائز أمامكم على الشاشة ويستاهل، وألف ألف مبروك وشكرا على اتصالك ومشاركتك وأيضا مشاركتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف منصة إكس والفائز أو الفائزة أيضا، وسؤالها كان يقول: كم عدد الأهداف التي سجلها اللاعب القطري أكرم عفيف حتى نهاية مباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023؟ هي 5 أهداف. الإجابة الصحيحة. خلونا نشوف الفائز أو الفائزة على الشاشة ونشوف السحب الآلي مثل ما تشوفون على الشاشة. هذا بالنسبة لمنصة إكس، وأمامكم أيضا الفائز بمنصة إكس وجائزته مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1000 ريال قطري يستاهل. وشكرا على مشاركتك عبر منصة الإكس، ونشكر أيضا المشارك أو المشاركة عبر منصة الانستغرام. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كانت حلقة ممتعة وجميلة معاكم كمشاركين في هذا البرنامج ومعاكم كمشاهدين ومتابعين لشاشة تلفزيون قطر. في الختام تقبلوا تحيات كل العاملين معي في هذا البرنامج، وتقبلوا تحياتي أخوكم خليفة رميحي. سامحونا على القصور وفي أمان الله.